طلب الحوض المنجمي وقع تناولها ومناقشتها اليوم خلال جلسة عمل جمعت السيد خليل زاوية وزير الشؤون الاجتماعية بممثل الحوض المنجمي عدنان الحاجي. في إطار السعي لتجاوز المشاكل العالقة بمنطقة الحوض المنجمي انعقدت اليوم جلسة عمل جمعت خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية والنقابي عدنان الحاجي ممثل الحوض المنجمي، وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بخصوص مطالب أهالي الحوض المنجمي والمتعلقة أساسا بالتشغيل والدور التنموي لشركة فوسفات قفصة. هي مطالب معروفة في أغلبها متعلقة بشركة فوسفات قفصة، هي مطالب تشغيل بالشركة، إعادة النظر في دور الشركة في الجهة، معناها من حيث مشاركتها في التنمية، من قضية أبناء المصابين من جراء حوادث الشغل كذلك، معناها وحقوقهم لدى الشركة في التشغيل. عندنا مشكلة معناها تاع المتقاعدين اللي خرجوا سنة 86 حتى 2000 في إطار الإصلاح الهيكلي، مشكلة الحظائر، عمال الحظائر وخاصة لا سيما منهم عمال حظائر الفلاحة الذين أضربوا عن الطعام لمدة 13 يوم مطالبين بحقوقهم. جلسة اليوم ينتظر أن تتلوها جلسة أخرى نهار الجمعة بحضور مدير عام شركة فوسفات قفصة لمزيد التعمق في المشاغل ومحاولة إيجاد حلول. في جانب آخر فإن الوضع بمنطقة الحوض المنجمي مازال يشهد بعض التوترات، وإن الاعتصامات في رديف مازالت متواصلة. خاصة في رديف الوضع مازال متأزم، مازالت الاعتصامات، الشركة معناها ما تخدمش حاليا جراء الاعتصام. احنا بناء على المعطيات هذه اللي كنت نقول لك فيها باش نرجع غادي للرديف ونتناقش في هذا الامر مع المعتصمين ونحاول ان نفك هذه الاعتصامات، معناها اللي فسح المجال مره ثانيه للتفاوض. المتحدث باسم منطقه الحوض المنجمي اعتبر انه جلسه اليوم جلسه ايجابيه، لكن في المقابل ما تمكناش من معرفه موقف الطرف الوزاري اللي مكننا من تصوير جزء من الجلسه لكن رفض مدنا التصريح اثر انتهائها.